الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة وتوافق حول حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة. نائبة الرئيس الأمريكي تقول إنها لا تستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل إذا اقتحمت رفح. ورئيس الوزراء يعلن بدء الحكومة في إجراءات توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيما يعد عقابا جماعيا للفلسطينيين الأبرياء. جاء ذلك خلال استقباله سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل ومفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ألينا بانوفا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيد فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والسيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر. صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة أو من خلال الإسقاط الجوي لا سيما لمناطق شمال القطاع. وقد ثمن السيد الرئيس في هذا الصدد مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكداً ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في ذلك الصدد، ومشدداً على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء. من جانبه أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيداً بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيراً إلى زيارته أمس إلى المعبر ومثنياً في هذا الإطار على ملامسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، معيداً التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع. اللقاء شهد تطابقاً في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والرفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل. كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر تثمن جهود الأمم المتحدة لوقف الحرب الجارية في غزة وتجدد الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحتمية إنهاء المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الأمم المتحدة تضطلع بدور رئيسي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وثمن شكري مواقف غوتيريش إزاء كل ما يجري في قطاع غزة. نشيد بالمواقف التي اتخذها معالي السكرتير العام إزاء ما يجري الآن في غزة من معاناة للشعب الفلسطيني، من أوضاع غير مسبوقة، من عدد قتلى بلغ 32,000 و 70,000 مصاب، من أوضاع من مجاعة، من عدم توفر للمأوى، وكلها أمور لابد من معالجتها. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق سراح جميع المحتجزين فورا وبدون شروط. أكد غوتيريش أن الفلسطينيين في غزة يحتاجون بشدة إلى طوفان من المساعدات وليس قطرات. أدعو إلى إطلاق رهائن فورا ودون شروط، ويجب إنهاء هذه المعاناة. إن الفلسطينيين في غزة يحتاجون ما تم وعدهم به، ألا وهو طوفان من المساعدات وليس مجرد إسقاطات أو قطرات من المساعدات. نحتاج إلى إحراز مزيدا من التقدم ولتحقيق هذا الأمر، فإننا بحاجة إلى خطوات فعالة وعملية. يجب إزالة العقبات. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه العدوان على غزة جاءت محبطة ومخيبة للآمال. وخلال استقباله سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشاد شيخ الأزهر بمواقفه الشجاعة في نصرة الحق الفلسطيني ودعم العدالة وحقوق الإنسان في غزة. من جانبه طالب غوتيريش المجتمع الدولي أن يطلع بمهمه بالقرارات وليس بمجرد الكلمات، معبرا عن إصراره عن ممارسة الضغط على المجتمع الدولي حتى يتم احترام حقوق الفلسطينيين وتقليل معاناتهم. يواصل معبر رفح استقبال الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة والمحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية. للمزيد يطلعنا الزميل محمود جميل على آخر التطورات. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم حجم الجهود المصرية المبذولة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة عبر معبر رفح الذي لم يغلق أمام دخول المساعدات الإنسانية رغم العراقيل والصعوبات التي يضعها الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بإجراءات التفتيش والصعوبات التي تحول دون دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. وهذا ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش خلال زيارته لمعبر رفح أمس ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وإشادته بإدارة السلطات المصرية لعملية إدخال المساعدات رغم هذه الجهود. وهذا يتجسد من خلال حجم الشاحنات الموجودة في مدينة العريش ومعبر رفح. نتحدث اليوم عن دخول 85 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني بها عدد كبير من المواد الإغاثة والمواد الغذائية بالإضافة إلى شاحنات الوقود، لكن حجم الشاحنات التي يصل يوميا يعني قليل للغاية مقارنة بحجم المجاعة والاحتياج داخل قطاع غزة، ومقارنة بحجم الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح والمصطفى على جوانب الطريق. أيضا معبر رفح لازال يستقبل الجرحى والمصابين. اليوم استقبل معبر رفح 37 مصابا لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة في المستشفيات المصرية. إذا ما تحدثنا عن المسار الجوي في مطار العريش، نتحدث خلال الساعات الماضية استقبل مطار العريش 3 طائرات من دولة الإمارات، طائرتين بهما 15 طن من أو بهما 30 طن من المواد الغذائية والإغاثة لعملية الإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة، بالإضافة للطائرة الثالثة بها 5 أطنان من مواد الإغاثة والمستلزمات الطبية. نتحدث أيضا عن استمرار المطبخ الإنساني في تقديم وجبات الإفطار والذي تفقده محافظ شمال سيناء اليوم في مدينة الشيخ زويد لتقديم أكثر من 15 وجبة إفطار وسحور لأهالي قطاع غزة. إذا نتحدث عن أن المجهودات المصرية مستمرة ولم تتوقف أبدا، بل تتضاعف على مدار الوقت لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من مدينة العريش ومعبر رفح، عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. في سياق إن متصل، واصل الهلال الأحمر المصري جهوده في تجهيز وإعداد وجبات الإفطار للأسر النازحة من قطاع غزة،
في مركز الإمداد الغذائي بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. يقوم المركز التابع للهلال الأحمر بتجهيز 16,000 وجبة إفطار وسحور يوميا لأبناء قطاع غزة، وإعداد 40,000 رغيف خبز طازج عن طريق خط إنتاج الخبز بالمركز، فضلا عن تجهيز السلات الغذائية وإيصالها إلى النازحين في قطاع غزة. احنا تقريبا يوميا بيطلع ما يقرب من 20,000 وجبة يوميا، وجبة كاملة سواء بقى في سحور فطار، الوجبات كلها بتطلع كاملة، وكل صنف له الحاجة بتاعته. وزي ما ظهر لنا في أثناء المرور انه الرقابة على الأغذية وعلى المأكولات رقابة حكمة وجديدة. ساعد في دعم غزة، بنعمل وجبات نسلمها للهلال الأحمر الفلسطيني، بنعد الوجبات الطباخين بيجهزوها واحنا بنتم تغليفها وتعبئتها في كراتين تبع السلة الغذائية. قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها لا تستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل إذا مضت في اقتحام مدينة رفح الفلسطينية عسكريا. وأوضحت هاريس أن واشنطن مستمرة في اعتبار الأوضاع الإنسانية في غزة من أولوياتها، وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أوضحت لإسرائيل بكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح ستكون أمرا خاطئا، منوهة إلى أن واشنطن درست الخرائط وتبين أنه لا يوجد مكان لمليون ونصف مليون إنسان ليذهبوا إليه. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة موريتانيا الشقيقة. وخلال لقائه سفير موريتانيا بالقاهرة، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا وما تتطلع له الدولتان من تعاون على كافة المستويات. من جانبه، أكد السفير الموريتاني على حرص بلاده لتعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اعتزام الحكومة البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للعمل على ضبط الأسواق. وأكد مدبولي أن هناك توجيها بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسؤولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص. ووجه رئيس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار تقديم مختلف صور الدعم الخاص للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وذلك وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة. وخلال اجتماع للتحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، استعرض مدبولي عددا من محاور وجدول الأعمال المقترح للمجلس، والذي من المقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الصحة والدواء يحظى باهتمام كبير من الدولة. وخلال اجتماع مع رئيس هيئة الدواء المصرية، جدد مدبولي دعم مختلف الجهود التي من شأنها تطوير أساليب ومنهجية العمل بهيئة الدواء المصرية، وذلك سعيا لحصولها على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية. بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من ملفات عمل الهيئة. خلال هذا اللقاء، أكد رئيس الهيئة أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال الفترة من الأول من يوليو 2023 وحتى 21 من مارس من عام 2024 وصلت إلى 127 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 2.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس 63 شركة جديدة برأس مال أجنبي بنسبة 48.5% خلال نفس الفترة.
بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عددا من ملفات عمل المركز، وناقش الاجتماع موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وموقف إنشاء مركز معلومات أخضر عالمي ومحطة الطاقة الشمسية المغذية له بالزعفرانة، وإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس غارب بالغردقة. أكد وزير البترول طارق الملا على عمق العلاقات التاريخية مع دولة البحرين وشعبها الشقيق. خلال لقائه سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، أكد وزير البترول على قوة العلاقات بين البلدين. من جانبها أعربت سفيرة البحرين لدى القاهرة على أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون والتنسيق والتفكير في أنشطة جديدة تعزز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة. أنهت مؤسسة حياة كريمة تجهيز ساحة الانتظار الخاصة بمستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، انتهت مؤسسة حياة كريمة من تجهيز ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى طيبة التخصصي وذويهم، وذلك بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، والتي بدأت في استقبال المواطنين. عملنا الاستراحات بتاعت مستشفى حورس فأرمنت، وبعد كده بعد تم تنفيذها طلبوا مننا هنا الأهالي في إسنا إن هم المحتاجين برضو استراحه للاهالي قدام المستشفى، والحمد لله في خلال 15 يوم كنا خلصنا كل حاجه. الظلات دي كانت يعني شيء جميل، خدمت الاهالي والمواطنين اللي هم ليهم مرضى في المستشفى اللي بينتظروا بالساعه والاثنين والثلاثه، بدل ما كانوا بينتظروا في الشارع وبيقعدوا تحت الشمس وكده، والجو الحر اللي عندنا في الصعيد، احنا مستوى الصعيد الجو عندنا حر دايما والشمس دايما شديده شويه، فالناس بتنتظر دلوقتي بقت على المظلات وتقعد بالساعه والاثنين منتظره عادي، ما فيش اي مشكله، ما حدش بيضايقهم. بنشكر الاول مؤسسة حياة كريمة، نستجاب بسرعة للطلب. احنا قدمنا الطلب بتاع التمداد ده في شهر واحد، اخر شهر واحد، والحمد لله يعني ما فيش شهر كده وابتدى التنفيذ. حاجة جميلة ومشرفة جدا 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 ما شاء الله، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسة حياة كريمة. الاستراحة تضمنت مظلات ومقاعد تم إنشاؤها أمام المستشفى لمرتادي المستشفى وذويهم لتوفير الراحة لهم وحمايتهم من أشعة الشمس ومنع تكدس المواطنين أمام المستشفى. حياة كريمة أنها يعني دائما بتنظر للمواطن البسيط، المواطن البسيط اللي هو في الشارع. فمستشفى إسنا لما اتعملت في المنطقة اللي احنا فيها دي كان الأول منطقة صحراوية وما فيش يعني فيها حد زي مظلات أو شجر، أو المنطقة نفسها ما كانتش مؤهلة للاستخدام الآدم يعني. فجت حياة كريمة دلوقتي طبعا التشجير والمظلات اللي اتعملت برضو حافظت على الإنسان اللي باجي يزور المريض بتاعه أو بيدخل المستشفى أنه بيقعد في قاعدة محترمة قيمة لي لحد ما يدخل ويطلع من المستشفى. جهد كبير تقوم به المؤسسة، وهذا ما ثمنه أهالي المرضى، فالأهالي كانوا لا يجدون مكانا مريحا ينتظرون فيه أمام المستشفى. وهكذا تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم الحزم المتكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا. تتواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وتتضمن الفعاليات إنشادا دينيا وموسيقى عربية وفنونا شعبية وتراثية. فقرات فنية وغنائية، فنون شعبية وتراثية، تجدها على مسرح وزارة الثقافة ضمن فعاليات افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب. الحديقة الثقافية هنا النهاردة السنة دي فيها كل قطاعات أو معظم قطاعات وزارة الثقافة، من الفنون التشكيلية، من هيئة الكتاب، من الهيئة عامة لقصور الثقافة، من المركز القومي للطفل، من المجلس الأعلى للثقافة. الحديقة هي الوحيدة من نوعها على مستوى مصر. بدأنا في جذب أطفال من مناطق أخرى ليس فقط من حي السيدة زينب. عندنا يعني الفعاليات مختلفة، من أنشطة غناء، موسيقى،
ورش حكي، رسم، وفي دورات وورش عمل بتتعمل. موجود معنا أيضا بعض المجالس القومية وبعض المؤسسات العربية وبعض الدول زي فلسطين وزي اليمن وزي الصين. يعني اللي هيجي السيدة زينب هيلاقي كل الأشياء، هيلاقي كل أنواع الفنون، هيلاقي كل أنواع الثقافات. وسط حضور جماهيري كثيف تتضمن الفعاليات برنامجا مكثفا من معرض للكتب لإصدارات قصور الثقافة وبأسعار تصل إلى 3 جنيهات، بالإضافة لمعرض للفنون التشكيلية والرسم وعروض مسرحية للعرائس والسيرة الهلالية، فضلا عن تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة الرسم ضمن مسابقات وزارة الثقافة. فرحان جدا جدا، ورسمت الرسمة دي عن أهل سيناء وجمال سيناء والراجل الفلاح اللي بيزرع وصحرة سيناء ونخل سيناء وبيوت سيناء. نفسي أطلع فنانة كبيرة، وانا شاركت في المسابقه لان انا موهبه الرسم. انا كرب اسره بجيب ولادي معايا فعلا، وبستمتع بكل الانشطه الموجوده داخل حديقه الحوض المرصود او اللي بتقام هنا في الحديقه يعني، او اللي بتقوم بيه وزاره الثقافه. انا باجي هنا وبجيب ولادي وكده معايا، بناتي، وحلو قوي ان هم يستفادوا ويتعلموا ويشوفوا ما شاء الله المسارح بتاعتهم والحاجات الحلوه والتمثيل والحاجات الحلوه اللي بيقدموها. وتستمر ليالي رمضان حتى يوم 20 من الشهر الكريم، والتي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي توفرها مؤسسات الدولة لمختلف فئات المجتمع. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. استقبلت قرية كركر بأسوان مصريين وسودانيين على مائدة إفطار واحدة، وجمعت مائدة الإفطار مأكولات ومشروبات نوبية وسودانية. مصريون وسودانيون على مائدة إفطار واحدة، هذا هو الوضع في قرية كركر بأسوان التي استقبلت العشرات على موائدها، حيث شارك المواطنون في إعداد الإفطار وتناوله معها. الاستعدادات بدأت بفرش الحصائر في الساحة المعدة لذلك، حيث يتجمع الكبار والشباب والأطفال بعد صلاة العصر استعدادا لتناول الإفطار. احنا هنا في رمضان بنعمل فطار جماعي، بنعزم فيه القرى المجاورة، وأهالي كتير بتيجي من أسوان، برضو ضيوف بيجي من أسوان، بنعملهم الأكلات النوبية اللي هي الخماريد، الجكوت، الفطير، جلاش، حاجات زي كده بنعملها، وبنقضي يوم جميل مع بعض. أول مرة نحضر رمضان في أسوان، وحوالين يعني الجيران النوبيين، وبنتلم بنفطر سوا، وبعد نفطر بنصلي سوا كلنا. بعض سيدات القرية يتجمعن داخل أحد البيوت لإعداد الطعام والمشروبات، حيث تغلب على المائدة المأكولات النوبية، وأشهرها الكابد والخمريت والجاكود والعصيدة، بالإضافة لمشروبات الأبريه والعراديب الكركديه. ولا تخلو المائدة من بعض المأكولات والمشروبات السودانية، ومن أشهرها الكسرة والنعيمية. في كركر هنا طبعا في ترابط أسري بين الناس مع بعضهم، طبعا الناس كلها بتيجي وبتشارك، اللي بيجيب البلح، اللي بيجيب الابريق، اللي بيجيب العصير، الاولاد بيجهزوا للافطار. بيجينا ناس من اسوان، وبيجينا ناس مثلا شغالين في الشركات، وفي ناس سودانيين طبعا كتار بيشاركوا معانا برضك هنا. وبنرحب بجميع الاخوان السودانيين والمصريين، واحنا كلنا كدوله واحده، كامه واحده، كيد واحد. ويحمل أوعية الطعام رب البيت أو أحد أبنائه إلى مكان التجمع، حيث يتم ترتيبها بشكل منظم ومنسق فوق الحصائر. وعند انطلاق أذان المغرب يتناول الجميع المشروبات، وبعدها يتوجهون لأداء صلاة المغرب بالمسجد، ثم يعودون للمائدة لتناول الإفطار الكامل، وبعده يحتسون الشاي والقهوة إلى أن يؤذن لصلاة العشاء في أجواء رمضانية مبهجة. شهدت محافظة الإسكندرية تنظيم مائدة إفطار سفرة العائلة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويبدأ العمل في مطبخ المائدة يوميا لتجهيز وجبات الإفطار للصائمين، فضلا عن تجهيز 4000 وجبة ساخنة للإفطار يتم توزيعها يوميا على الأسر الأولى بالرعاية بالعديد من مناطق المحافظة.
الهدف من هذه المائدة ان احنا يتم افطار 1000 مواطن يوميا. الى جانب ذلك هناك 4000 وجبة جاهزة توزع في انحاء المحافظة الى المناطق المحدودة الدخل. اللي احنا بنؤكد عليه دايما ان احنا في فعالياتنا وفي مئات الرحمن بتاعتنا بنعمل حفلات مستمرة بحيث ان هو يعني الناس تيجي على احتفالية. جايين نفطر مع بعض في مائدة السفرة الخاصة بالتحالف الوطني وتحت رعاية التحالف الوطني. احنا مش جمعية واحدة، احنا اكتر من 50 جمعية النهاردة جايين نفطر من الاطياف المختلفة ومختلف الاعمار. تشتهر مدينة دهب كل عام بأطول مائدة إفطار على الممشى السياحي، وتمتد المائدة لمئات من الأمتار في مشهد فريد يجتمع فيه جميع سكان المدينة. مشهد لا يتكرر إلا في شهر رمضان بمدينة دهب التي تشتهر كل عام بأطول مائدة إفطار على الممشى السياحي تقام في اليوم العاشر من رمضان من كل عام. تمتد المائدة لمئات من الأمتار في منظر فريد يجتمع فيه جميع سكان مدينة دهب. بنعمل الإفطار الجماعي لأهل دهب، مصريين مع أجانب، وبنبقى مبسوطين إن كل الناس مبسوطة، والأهل كلها بالنسبة لهم بتطلع بأيام فسحة بالنسبة لهم، والأجانب بتصور طبعا وبتروح تبعت لأهلها في أوروبا ودول العالم، ودي حاجة كويسة بالنسبة لدهب. يلتف حول المائدة أهالي ومواطنو سيناء ومشايخ وعواقل البدو وعدد من السائحين من مختلف الجنسيات ولفيف من المصريين وزوار المدينة في أجواء مبهجة يشارك فيها الصغير والكبير بتنظيم وتوزيع الوجبات على الصائمين للتأكيد على قيم المودة والتعاون. بقول الناس كلها كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وإن شاء الله تشرفونا كل سنة. هذا الاحتفال الكبير وكل كل الناس متجمعين عن ومبسوطين وفرحانين بهذا الاحتفال، وكل السنين بيحصل الاحتفال ده في مدينة دهب عندنا هنا في محافظة جنوب سيناء. جاي من القاهرة مخصوص عشان أحضر الفايبس بتاعت الفطار الجماعي بتاع دهب. كان لي عظيم الشرف يعني ان انا احضره السنة دي، ما وفقتش السنة اللي فاتت ان انا احضره، بس سمعت عنه ان هو بيقام كل يوم 10 من رمضان. مائدة الدهب للإفطار تحيي قصة المشاركة وروح المحبة المتأصلة في الشخصية المصرية على مر الزمان. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.
نهاية النشرة وتذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة وتوافق حول حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة. نائبة الرئيس الأمريكي تقول إنها لا تستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل إذا اقتحمت رفح. رئيس الوزراء يعلن بدء الحكومة في إجراءات توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى يعني هواء التاسعة مازال مستمر مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير، كل سنة وأنت طيبة. مساء الخير يا ريهام، كل سنة وأنت طيبة، كل سنة وأنت طيب يا يوسف، رمضان كريم. الله أكرم، الله أكرم إن شاء الله حلقة الليلة وكل التوفيق. أكيد طبعا هتتكلمي على السباق الرمضاني بقى المختلف، وطبعا في مسلسلات كتيرة جدا، في برامج مختلفة. صحيح، في مسلسلات كمان بتنتهي، لأنه كان في كذا مسلسل 15 بالزبط. حلقة، في مسلسلات جديدة بتبتدي، ويمكن ده عامل انتعاشة كبيرة في الموسم الرمضاني، وكمان برامج جديدة هتبتدي في النص الثاني من رمضان، فهنتابع معاكم ومع السادة المشاهدين كل الجديد في النص الثاني من رمضان. بتوفيق إن شاء الله. أشكركم وأشكر كل صناع نشرة التاسعة، واستأذنكم نبدأ حلقتنا.